هنكمل مع حضراتكم متابعتنا وتغطيتنا لفعاليات القمة رقم 18 لمجموعة العشرين والتي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. معنا على التليفون الكاتب الأستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر للتعليق على هذه المشاركة وهذه الأنشطة. أستاذ جمال صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يا أهلا بيك. هنبدأ مع حضرتك من آخر فعاليات التي شارك فيها سيادة الرئيس ونشاط سيادة الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر المهاتما غاندي، هذا الزعيم الكبير الذي له بصمة كبيرة جدا في تاريخ الإنسانية والذي يسعى دائما لتحقيق العديد من المبادئ، العدل والمساواة. إن هذه المبادئ بالفعل هي التي تتمسك بها مصر عبر العصور والتاريخ. بالتأكيد يمكن هذه لها دلالة مهمة للغاية وتأكيد على أيضا التواصل الحضاري الذي تسعى إليه الدولة المصرية، وأعتقد أن أيضا هذه الزيارة في الحقيقة بتشهد يعني ظهور بارز وأيضا نشاط مكثف للسيد الرئيس، وأيضا نشاط متنوع في الحقيقة بيشمل كافة الأنشطة وكافة المجالات. ويمكن أعتقد أن هذه المحطة فيما يتعلق بزيارة السيد الرئيس فيما يتعلق بوضع إكليل الزهور على قبر المهاتما غاندي بتوضح مدى التواصل الحضاري الذي تسعى إليه الدولة المصرية وتقدير مصر للرموز الدولية، وهذا في الحقيقة أيضا أمر في غاية الأهمية. بشكل عام نتحدث أن الدولة المصرية في مجموعة العشرين هذا هو الحضور الثالث للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمم مجموعة العشرين. السيد الرئيس حضر قمة من قبل في الصين في الهند، وأيضا حضر قمتين مهمتين لمجموعة العشرين والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ألمانيا، وبالتالي هناك دوما حضور متميز للقيادة السياسية المصرية في مجموعة العشرين، وهناك دعوات مستمرة لحضور مصر في مجموعة العشرين بعد عام 2014، وهذه محطة يجب أن نتوقف عندها. مصر أصبحت شريك أساسي وشريك محوري وركيزة أساسية في التعاون الإقليمي لمجموعة العشرين بعد عام 2014، وده دلالته دعوت مصر أكثر من مرة لحضور اجتماعات مجموعة العشرين اللي وصل التبادل التجاري معها لأكثر من 24 أو 25 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الخاصة بدول تجمع العشرين أيضا في مصر يعني أيضا بيصل لأكثر من 24 مليار دولار، أرقام أيضا بتؤكد هذا المعنى. وبالتالي العلاقات استراتيجية مع كافة دول تجمع العشرين، والآن أيضا فرصة جديدة لتطوير هذه العلاقات وتنمياتها، وهذا ما يتضح من الزخم الذي تشهده العلاقة الجولة أو الزيارة الخاصة بالسيد الرئيس للهند الآن ومشاركته في قمة العشرين. عشان كده بنشوف الكثير والكثير من اللقاءات للسيد الرئيس على هامش هذه القمة مع مختلف القادة سواء الأوروبيين أو الأفارقة أو العرب، ومن ثم هي أيضا محطة في غاية الأهمية كما أوضحنا، وبتؤكد التواجد المصري المتميز في المجتمع الدولي والإقليمي كفاعل سياسي واقتصادي بارز الآن الجميع يعول عليه في ظل حتى هذه المتغيرات العالمية التي يعني بتغير الكثير من أنماط التعاون في المجتمع الدولي، ولكن تظل مصر بثبات مبادئها أيضا بالمرونة التي تتمتع بها في التعامل مع المجتمع الدولي، أيضا بانفتاحها على كافة الأقطاب، هي الشريك الآمن والشريك الموثوق به لكافة الأطراف. يعني امبارح على هامش القمة يمكن شفنا يعني مباحثات جانبية ولقاءات جانبية بين السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشفنا يمكن كمان لقاء جانبي مع السيد تشارل ميشيل والسيدة أورسولا فوندرلاين. انعكاسات المشاركة المصرية سياسيا واقتصاديا ايه يا استاذ رائف؟ يمكن على الصعيد السياسي هناك طبعا فرصة مهمة جدا من خلال تشاور القادة السياسية مع مختلف قادة العالم، وطبعا على رأسهم زي ما حضرتك تفضلتي سواء الشركاء الأوروبيين، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، رئيس الاتحاد الأوروبي، أيضا طبعا الرئيس الفرنسي، أو حتى على صعيد طبعا الرئيس البرازيلي، رئيس جنوب أفريقيا، كل هؤلاء السيد الرئيس اجتمع بيهم، وايضا عدد اخر من القاده، طبعا الرئيس الهندي وغيرهم من القاده. هناك طبعا تشاور مهم للغايه، خاصه نحن نتحدث ان مصر لديها اهتمامات لايصال رؤياها ووجهه نظرها فيما يتعلق باحلال السلام والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط ودعم القضايا الخاصه بالاستقرار في المنطقه، طبعا على راسها القضايا الفلسطينيه او الاوضاع في السودان او الاوضاع في ليبيا او غيرها من اوضاع في المنطقه. وبالتاكيد
هذه بتكون فرصة مهمة جدا للتباحث. أيضا القضايا الأخرى المهمة والتي فرضت نفسها على الساحة الآن وحتى كانت محور حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الخاصة بالـ20 أو حتى على صعيد القمة المصغرة الأفريقية الأوروبية التي انعقدت على هامش قمة الـ20، وهي القضايا الخاصة بطبعا الأمن الغذائي أو التغيرات المناخية أو حتى إدماج الدول النامية في النظام العالمي المالي الحالي أو العالمي، يعني النظام التمويلي وإصلاح النظام التمويلي وتسويات الديون الخاصة بالدول الأفريقية وغيرها من الأمور. وبالتالي أيضا هذه موضوعات مهمة للغاية. على الصعيد بقى الاقتصادي والتعاون الثنائي، أعتقد أن مصر في الحقيقة حصلت الكثير والكثير من المكتسبات الاقتصادية على صعيد الداخل من هذا النشاط الخارجي للقيادة السياسية المصرية منذ عام 2014 وحتى الوقت الراهن. وده دلالته في الحقيقة هنشوف أن نسبة الصادرات المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ لكافة دول العالم، يمكن على نطاق صغير فقط، بس يعني لو هنضرب مثال مثلا الصادرات الزراعية الآن المصرية بتتخطى 7 مليارات دولار، هذا فقط على نطاق الزراعة مثلا. إذا نظرنا للاستثمارات الوافدة للداخل المصري سوف نجد الآن استثمارات متنوعة سواء على صعيد الطاقة، البنية التحتية، التصنيع وتوطين التصنيع وغيرها من المجالات. أيضا بنتحدث عن مجالات للتعاون الجديدة تنفتح عليها الدولة المصرية الآن اقتصاديا فيما يتعلق طبعا بالطاقة والهيدروجين الأخضر، وبالتالي أيضا التباحث في هذا الشق حاضر وبقوة في مباحثات السيد الرئيس مع كافة الشركاء الدوليين لتعزيز يعني هذا القطاع. ويمكن الدولة المصرية في الحقيقة وهي تطرح رؤيتها في قمة الـ20 أيضا والجهاز الجيد في الأمر، وهذا هو عظم التجربة المصرية وأيضا يعني ما يميز الرؤية المصرية أنها تطرح أيضا الحلول. عشان كده رأينا السيد الرئيس حينما تحدث عن بعض الأزمات حتى الاقتصادية في العالم الآن، نتاج الأزمة العالمية الراهنة ونتاج الأزمة في شرق أوروبا والأزمة الروسية الأوكرانية، أيضا السيد الرئيس طرح حلول فيما يتعلق بالأمن الغذائي وأعرب عن استعداد مصر لاستضافة مركز لوجستي عملاق لتداول الحبوب، وهذه نقطة في غاية الأهمية. وأيضا حينما تحدث السيد الرئيس عن الطاقة وعن جهود مصر في ما يتعلق بمجال الطاقة، أيضا تحدث عن وجود مصر كمركز إقليمي للطاقة، وطبعا هذا من خلال منتدى شرق المتوسط أو حتى فيما يتعلق بدخول مصر في مجالات أخرى زي الهيدروجين الأخضر وغيرها من الأمور. وبالتالي نحن نتحدث عن فرصة مهمة جدا للتباحث سواء على الصعيد السياسي وإيصال رؤية مصر للمجتمع الدولي حيال الكثير من القضايا المهمة الداعمة لاستقرار المنطقة، أو حتى على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التعاون الاقتصادي المصري مع كافة الشركاء الدوليين، أو على صعيد كمان التعاون الأفريقي، لأن لا ننسى أن مصر أيضا بترأس تجمع النبات أحد يعني هو الزراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وبالتالي أيضا مصر بتحمل على عاتقها هموم وتطلعات الشعوب الأفريقية وهي تتحدث في مجموعة الـ20. ورأينا حديث السيد الرئيس أكثر من مرة عن القارة الأفريقية أثناء حديثه في مجموعة أو في كلماته في قمة الـ20 أو حتى في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة على هامش المجموعة. وبالتالي أيضا أفريقيا حاضرة في عقل ووجدان الدولة المصرية ومن خلال حديث السيد الرئيس مع مختلف القادة أو الكلمات الرسمية، لأن بالتأكيد الجميع بيعول على دور مصر في الحقيقة كركيزة مهمة للغاية في نقل الصورة الحقيقية للقارة الأفريقية. يمكن هناك أيضا الآن فرصة مهمة لدعم هذا الأمر بعد دخول القارة الأفريقية كشريك أساسي وقاعده أساسي في مجموعة الـ20. يمكن السيد الرئيس طبعا رحب بهذه الخطوة، لأن هذه الخطوة بالتأكيد بتعزز مكانة القارة الأفريقية في المجتمع الدولي الآن، ويمكن بنقول اللي هي كمان بتأتي في توقيت مهم خاصة في ظل هذه المتغيرات. إذن القارة الأفريقية تحاول حجز مكانة جديدة لنفسها في ظل عالم يتشكل من جديد. عظيم. فخامة الرئيس حريص كل الحرص على أن يضع القادة والزعماء وقادة الدول العظمى أمام مسؤولياتهم، كما نقدم التحديات التي تعاني منها القارة الأفريقية نقدم أيضا حلول لحل هذه الأزمات التي تعاني منها القارة الأفريقية. توقعاتك لاستجابة الدول العظمى ولو على سبيل المثال في ملف زي ملف التغيرات المناخية، وكيف يؤثر التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية التي تتسبب عنها الدول العظمى بنسبة تفوق 80% وتتأثر بها القارة الأفريقية بدرجة كبيرة للغاية؟ هذه نقطة مهمة للغاية، ويمكن
فكرة العدالة في تحمل تبعات التغيرات المناخية، وبالتحديد العدالة في الانتقال للطاقة النظيفة، أو العدالة في الانتقال للطاقة النظيفة، وهذا ما تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته، فكرة إتاحة الفرصة العادلة للقارة الأفريقية للتحول للطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر، هذا أمر في غاية الأهمية. يمكن طبعا مصر أيضا وهي في قمة الـ20 هي أيضا رئيس لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وبالتالي أيضا تتحدث بشكل مكثف عن التغيرات المناخية وخطورتها وتبعات هذه التغيرات المناخية على القارة الأفريقية التي تدفع ثمن باهظ لهذه التغيرات، خاصة أن القارة الأفريقية يعني انبعاثاتها تكاد تكون صفرية في صحيح. مقابل الدول العظمى والدول الصناعية الكبرى، وبالتالي يجب أن يكون هناك أيضا تحمل للمسؤولية الدولية، الدول الكبرى عليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر، خاصة أن أزمات أخرى بتضاعف تبعات الأمور الخاصة بالتغيرات المناخية. حينما نتحدث الآن عن الأمن الغذائي، نتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية، تبعات جائحة كورونا، أيضا هذه الأزمات أثرت وجعلت التغيرات المناخية لها أبعاد وأثار مضاعفة. يمكن نتحدث الآن عن أكثر من مليار نسمة حول العالم يعانون من نقص الغذاء، يمكن أكثر من ثلث هذا الرقم موجود في القارة الأفريقية، ومن ثم تبعات التغيرات المناخية خطيرة للغاية. يمكن أن نخفف من تبعات هذه التغيرات من خلال تفعيل صندوق المخاطر الذي نادت به الدولة المصرية وتحدثت عنه الدولة المصرية وأطلقت فكرته الدولة المصرية إبان COP27، لأن بالتأكيد هذا الصندوق في غاية الأهمية الآن، وأيضا الالتزام بمخرجات طبعا مؤتمر باريس الخاص بالتغيرات المناخية، وأن تقوم الدول الكبرى والصناعية الكبرى ب يعني تجديد التزاماتها ومساعدة الدول، مش بس فقط على فكرة يعني إحداث نوع من أنواع تحمل تبعات، ولكن أيضا توطين الاقتصاد الأخضر وتوطين التكنولوجيات في الداخل. تفضل أستاذ جمال. لأن فكرة أيضا التنمية واستكمال مسارات الدول الأفريقية نحو التنمية، أنا أعتقد أن ده هدف مهم جدا لا يمكن التخلي عنه بالنسبة للقارة الأفريقية، وبالتالي الموازنة ما بين تحمل تبعات التغيرات المناخية وما بين مواصلة جهود التنمية، هذا أمر في غاية الأهمية، وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة المصرية طوال الوقت تدافع عن هذا الأمر وتطرح هذا الأمر بكل قوة، لأن الدول الكبرى يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتساند الدول الأفريقية حقيقي. للوصول لأهدافها التنموية بجانب الحفاظ على البيئة. حقيقي يعني يمكن كمان شفنا الهند السنة دي اختارت زهرة اللوتس تكون شعار قمة هذا العام تحت عنوان أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد، حيث ترى الهند طبعا أن الشعار والموضوع ينقلان رسالة قوية جدا، وهي السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم. وبنتكلم هنا عن التغيرات المناخية والمسؤولية الدولية، هل من الممكن أن نرى بالفعل توصيات دولية ملزمة للدول اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الانبعاثات يا فندم؟ يمكن أعتقد أن العالم الآن أصبح ليس لديه رفاهية الوقت، ولكن الآن علينا الإسراع بالفعل لإيجاد يعني التزامات حقيقية على أرض الواقع فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. الجميع بيرصد يعني الظاهر المناخية التي أصبحت صعبة للغاية وأثرها السلبية على الأمن الغذائي وحتى على أمن المواطنين في العالم، وبنشوف الكوارث الطبيعية حول العالم وتأثيراتها على الشعوب، وبالتالي يجب أن يكون هناك خطوات أكثر فاعلية وأكثر الأهداف التي أقرها مؤتمر باريس، سواء فيما يتعلق بتخفيض نسبة الانبعاثات، تخفيف أو تقليل درجة الحرارة بمعدل يصل 2% أو درجتين، أو طبعا الالتزامات المالية التي أقرتها الدول الكبرى وتتخطى 100 مليار دولار. نتمنى أن نرى بالفعل طبعا إجراءات ملزمة من الدول طبعا في القمة الـ18 لقادة مجموعة الـ20 باتخاذ إجراءات ملزمة في الحقيقة تجاه الحد من الانبعاثات الكربونية. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، علق معنا طبعا على مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الـ20 في نيودلهي.